في ايه؟ الراجل ده بقاله كتير واقف على الشباك وما فيش غيره في البنك. صحيح، هو في ايه؟ يمكن بيحط فلوس كتير ولا حاجه. طب تعالي نشوف في ايه. بعد اذنك عايز اسحب من حسابي 10000 جنيه بس، خلصني. انا اسف يا فندم، والله ما فيش سيوله. ازاي يعني؟ امال فلوسي راحت فين؟ انا حسابي هنا معدي المليون جنيه. اتصرفت يا فندم كقروض سحبها الناس، ده قانون، وحضرتك عارف ان القروض بقت بدون ضمانات وان الشعب موثوق فيه حسب الدستور الجديد، ودي فلوس الشعب، فالناس خدت الفلوس وان شاء الله ربنا هيكرمهم ويعملوا مشاريع ويسددوها. يسدوا ايه يا استاذ؟ انت مش بتقول ما فيش ضمان؟ يبقى قابلني بقى، تضمن منين اصلا ان هم ما يفرتكوش الفلوس دي لانهم اصلا ما تعبوش فيها؟ الشعب مضمون يا هانم، هو مش حضرتك من الشعب ولا ايه؟ ده على اساس ان الراجل اللي حسابه مليون جنيه ومش لاقي عندكم جنيه واحد ده يهودي؟ ما هو من الشعب برضه. للاسف انا مش بايدي حاجه اعملها، ممكن يصبر وان شاء الله هنلاقي حد يجي يعمل ايداع. طب 50 جنيه امون العربيه عشان اعرف اروح. مفيش حضرتك والله. بص انا ممكن اسلفك 50 جنيه من معايا تركب بيهم تاكسي. قالوا احنا كنا جايين نحط فلوسنا. حضراتكم هتعملوا ايداع؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم، مش تقولوا كده من بدري؟ وسع بس كده من الشباك لو سمحت، حاجه ساقعه للاساتذه هنا. الحمد لله، اعتقد كده اتحلت. طبعا هم هيعملوا ايداع وهتلاقي فلوس تسحبها البنزين عربيتك. ابسط يا عم، اتفضلوا يا اساتذه. ده احنا نتفضل فين؟ انا مش هفتح حاجه خلاص، ده راجل كان ليه مليون جنيه ما عرفش يسحب 50 جنيه. يا راجل لو سمحت ارجوك ارجوك اعمل ايداع يا استاذ، انا محتاج فلوس جدا. بقول لك ما لكش دعوه بالموضوع ده خالص، انا اديتك 50 جنيه للتاكسي، خد كمان 50 جنيه اهي وفول عربيتك. قرض بدون ضمان لان ما اعرفكش اساسا، بس صعبت عليا الحقيقه. يا فندم ما تقلقش، حساب حضرتك جاري وفلوسك معانا في امان، احنا بنك محترم وفلوسك امانه. لا الله يخليك، كان عندي حصاله خشب كده حلوه في البيت، واحلى حاجه فيها انها لا بتطلع قروض ولا غيره. يلا بينا يا منار، يلا نجري من هنا. ادي المصيبه يا منار، ده البنوك شكلها شطبت على الاخر، الشعب شطب عليها. البنوك دي فيها فلوس الشعب، والشعب حر في فلوسه. قلت لك حر في فلوسه ايه بس؟ ده راجل ليه مليون جنيه ما عرفش يسحب منهم جنيه واحد. الحمد لله ان فلوسي لسه معايا. وهي دي فلوس يا علي، دي شويه فكه. فكه في الايد احسن من ثروه على الشجر، ربنا يستر والبلد ما تفلسش والاقتصاد ينهار تاني. لا يا شيخ، تفلس ايه بعد الشر؟ ما احنا معانا فلوس اهو، والناس سحبت الفلوس واخدت القروض علشان تعمل مشاريع تنفعها وتنفع البلد. احنا لازم نصبر شويه علشان نحس بالايجابيه. على فكره يا علي والله انا متفائله جدا. حسب منار، شنطتي يا علي غفلونا، منار غفلونا. الحقني يا علي بسرعه، اركب العربيه بسرعه. يلا يا علي، فلوسي كلها في الشنطه. خلاص يا منار، نلحق ايه؟ الواد فريره، الواد ركب الموتوسيكل وطار بيه، ده احنا عايزين طياره نفاسه عشان نلحقه. بس ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل. لا انا ماليش دعوه يا علي، انا عايزه فلوسي دلوقتي، انا عايزه شنطتي. قليل البخت يلاقي العقرب في الشنطه. اول ما شنطتك يدخلها رزمه فلوس تتسرقي. معلش اصرفها منين؟ معلش دي انا عايزه فلوس يا علي، ماليش دعوه يا بنت. وانا مالي وانا اللي سرقتها؟ يلا بينا نروح القسم نعمل محضر، يعني يا رب بكل الخير اللي احنا فيه، والناس برضو مش شبعانه، برضو لسه الناس بتسرق بعض. اكيد الراجل ده مريض بالسرقه، لان المفروض خلاص ما بقاش حد محتاج حاجه، لسه بنسرق برضو. ولا سحر ولا شعوذه، ولا سحر ولا شعوذه. نعم يا شيخ خالد، سمعني كده، عايزني اعمل لك عمل لمين؟ عايزك تعمل لي عمل لنانسي او اليسا او هيفا عشان يحبوني انا شيخ كده ويجروا ورايا. يجروا وراك؟ انت عارف ان العمل ده ممكن يتسبب في قطع العلاقات مع لبنان؟ ليه بس يا شيخنا؟ ده انا حتى شبه وائل كفوري. انت شبه وائل كفوري؟ ده انت شبه ازازه زيت الكافور. وايه اللي في ايدك ده؟ ايه ده؟ دي سيديهات لهيفا بقى ونانسي واليسا عشان تعمل عليهم العمل يا شيخ. سيديهات؟ طب امشي من قدامي، امشي، بدل ما اخلي كل حته في جسمك واوا واخلي حرش يقعد يبوس فيك. الهيفاء ونانسي قال. طب ما انا لا اعرف اعمل لهم عمل وانا كنت عملته لنفسي. ده عريض ده ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اله الحرام يا رب يعمل حد، يا رب يصرفهم على بره، يا رب ما يلحق ولا يوعى يصرفهم اصلا، يا رب لو صرفهم يا رب يصرفهم على الشاش والقطن والعلاج بس. يخرب بيت قلبك لسه، ايه يا بنت السواد ده؟ ده لو الحرام يعرف الدعاء اللي انت هتدعيها ليه ده ما كانش قرب من شنطتك ولا شافك. الهي ما يوعى ولا يلحق يقرب من حد يا شيخ، يا رب البوليس يمسكه، يا رب يا رب الشرطه تعلقه، يا رب الكلاب البوليسيه ما تلاقيش حاجه فيه تاكلها، يا رب يا رب يفضل عظم بس يا رب والنبي. خلاص يا منار، خلاص الاسم قرب وهتعملي محضر، وانا كل ثقه في رجال الشرطه ان الحرامي ده هيتمسك قبل ما يلحق حتى يفتح الشنطه بتاعتك. الهي يا رب تتشل ايدك،
روح يا بعيد ربنا يشلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعد ما الحكومة فتحت البنوك للشعب وشو بقت ببلاش والمرتبات بقت الضعف لسه بنسرق بعض؟ شعب ملوش كتالوج. هو أنت كل همك الشعب وبس؟ هو أنت مش حاسس بيا خالص يا علي؟ ده بقى دليل إن أنت مش بتحبني زي ما بتقول. يا ستي بحبك وحاسس بيكي والله، بس أول مرة أشوف كده. في داهية الفلوس ولا يهمك؟ في داهية الحرامي. إلهي يروح في 60 داهية تاخده ما يرجعش منها تاني يا رب. خلاص يا منار وصلنا الاسم، يلا. إيه ده؟ أول مرة أشوف الاسم مقفول. هو الاسم اتنقل في حتة تانية ولا إيه؟ إيه ده؟ ده الباب مقفول ومفيش حد واقف. إيه اليافطة اللي متعلقة على الاسم دي؟ مكتوب عليها إيه؟ الشرطة في خدمة الشعب. يا بنتي مش قصدي اليافطة دي، أنا قصدي اليافطة اللي تحتها دي. إيه؟ القسم مغلق للصلاة؟ نعم، وهي دي ساعة صلاة يعني. خلاص خلينا قاعدين مستنيين. أنا أول مرة أشوف اسم قافل للصلاة. عاش رجال الشرطة، اللهم بارك فيهم واحميهم. يلا بينا يا منار. يلا بينا. على فين؟ تعالي نصلي احنا كمان، وبعد كده اطلع اعزمك على السينما، وبعد الفيلم نبقى نيجي نعمل محضر. ماشي، بس هنلاقي دلوقتي سينما مفتوحة؟ اكيد مش هتبقى مقفولة. يلا بينا. تزعليش يا منار، كده كده لو كنت حطيت الفلوس في البنك كان هيفضلوا شوية حلوين على ما تعرفي تسحبي منه. بلد لسه ما استقرتش، لازم نصبر. ايوه، بس على الاقل كان هيكون عندي رصيد الحكومه بتحوشهولي، اخده وقت ما اخده بالفوائد، لكن منه لله الحرامي ما هنينيش بالفلوس دقيقه واحده. يا ست اعتبري فلوسك معايا، واعتبري عزومه السينما دي عليا يا ست، واوعدك على ما الفيلم يخلص هتكون الحكومه جابت الحرامي ده من قفاه. اعتبر فلوسي معاك ليه ان شاء الله يا علي؟ انت تعزمني ماشي، لكن تصرف عليا لا. بتعملي فرق ليه يا منار؟ ما احنا الاثنين واحد يا بنتي، وبعدين كله بالحب يا منار. لا يا روح قلبي، كله بالجواز، انما بالحب بس لا. تتقدم لي الاول. في يا منار مالك متسربعه كده؟ انت مش واثقه فيا يا بنت؟ ده احنا اصحاب من قبل ما الدستور يقول ان الشعب موثوق فيه. انا قدها، خليك واثقه فيا. ولا سرعي خطوتك شويه عشان نلحق الفيلم من اوله. ايه الزحمه دي كلها؟ هي الناس بتتخانق على شباك التذاكر كده ليه؟ هو فيلم لمحمد رمضان نزل ولا ايه؟ بلاش محمد رمضان، ما بحبش افلامه بصراحه. تعالي نتفرج على فيلم رومانسي فيه حب ورومانسيه وحاجات حلوه. الافلام الرومانسيه برضو بعد الجواز يعني. اوكي، ايه الافلام الرومانسيه بعد الجواز؟ وانت اللي هتختاري كل حاجه ولا ايه؟ وانت مالك يا شويش؟ احط بضاعتي بره الدكان ولا جوه؟ انا حاره. المنظر العام يا ستي. المنظر العام؟ منظر عام مين يا عم انت؟ والنبي بعد عني بقى وسيبني في حالي، ما تخلينيش ودين النبي اعملها معاك. في حاجه؟ مالك بتزعقي للراجل في الشارع كده ليه؟ ده امين شرطه برضه والاحترامه. الحاجه يا سعاده البيه، بقول لها تدخل بضاعتها جوه الدكان اللي الحكومه اديته لها عشان ما ينفعش تحط فرشتها في الشارع كده. قاعده تزعق لي. وانت لسه شفت حاجه؟ والله ده انا هبهدلك بهدله. خلاص يا ست ريه، الراجل ما عملش حاجه لكل ده، وبعدين انت عندك الدكان فاضي من جوه اهو، افرشي مناديلك وبضاعتك فيه. هلاقيها منك ولا منه انت كمان؟ انا حره بقى يا جدع انت. انا اجرت المكان لوحدي وحطيت فرشتي قدامي وبضاعتي معايا، وعاوز اكل عيش ياخدي. يا ست كل عيش، هو حد منعك؟ بس من غير استغلال. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، دي اشتكتنا للضابط بتاعي وقالت له ان حاولت اعتدي عليها. تعتدي على دي وهو صدقها؟ صدقني، هو انا هفتري عليه ليه؟ طب خليه كده يلمس فرشتي وانا هخليهم يشيلوها على نقاله. ليه الافتراء ده بس يا ست؟ هي بلطجه وضع يده وخلاص. طب انا بقى اللي همنعك. لا يا استاذ، حضرتك مش هتقدر تعترضها، وانا غصب عني همنعك لان دي شغلتي. يا جدع ده انت، ده انا بدافع عنك. تصدق ان انا غلطان؟ انا اللي شغلتي ادافع عنها وعنك يا بيه. حضرتك محترم قوي، ازاي القائد بتاعك بيصدقها ويكذبك انت؟ لان الشعب يا بيه موثوق فيه، الدستور الجديد قال كده، وكله بقى يعني بالحب. ولا سحر ولا شعوذة، ولا سحر ولا شعوذة. بجد يا منار، اخيرا هتنكشح وتسيبيني انا وامك، انا مش مصدق. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ بس للدرجه دي انا تقيل على قلبك؟ عايز تخلص مني؟ لا يا حبيبتي، انا قصدي ان انا فرحان قوي انك هتتجوزي زي كل البنات وتروحي بيت جوزك، وهنوفر مصاريفك. مصاريف ايه بس يا بابا؟ لا ده انا مرتبي دلوقتي معدي 5000 جنيه في الشهر، غير المكافآت والحوافز، واحتمال قريب اترقى وابقى المديره. يعني انت الخسران. خلاص، يبقى آن الاوان ان انت اللي تديني المصروف بقى لحد ما تتجوزي. انا صرفت عليك كتير زمان ايام الغلا وما قصرتش معاكي في حاجه. ايه ده
يعني انت موافق على علي يا بابا؟ طبعا. مش بتقولي انهم هيعينوه معيد؟ خلاص ده زمان المعيدين والدكاترة دلوقتي قبضهم معدي جامد، درجات علمية بقى. هو ده كل اللي همك؟ علي طيب وجدع قوي على فكرة، واللي انت ما تعرفوش ان كل الخير اللي في البلد علي هو السبب فيه. السبب فيه ازاي يعني؟ وعمل ايه يعني؟ هو اللي اقنع الحكومة كلها انها تسمع كلام الناس كلهم. يا سلام، واقنعهم ازاي؟ اتحايل عليهم يعني؟ لا اكتر، نايمهم مغناطيسي. بس اللي انا اعرفه بقى انه بتاع اثار مش دكتور نفساني. ايوه هو بتاع اثار وبيحب سحر الفراعنة، وكل ده حصل بسبب السحر. انا خايف عمل الحكومة يكون جاب مفعول عكسي زي عمل الشعب. انا مش مطمن، الحكومة بقت وديعة وكله بقى بالحب، بس الناس اتغيرت وبقوا طمعين. يا ترى ده ممكن يخرب البلد زي عمل الشعب، ولا انا اللي متشائم زيادة عن اللزوم؟ انا فعلا متشائم، لازم اصبر. الصبر من عندك يا رب. فوضى بتحصل في لحظة، انما الاستقرار والتنمية محتاجين وقت. لازم نصبر علشان نحس وعلشان ننول. في اما بتعدل انت وجودي؟ أبو يا جرعوا حاجة ولا يا أم؟ قولولي أبوك بخير وزي الفل. أمال بتعيطي ليه؟ بتعيطي ليه بنت انت جودي؟ ليه بتعيطي؟ قتلوا رفاعي الدسوقي يا علي، محمد النمر وابنه قتلوه غدر، ضربوه في ظهره. الله يرحمك يا رفاعي الدسوقي، كان تاجر سلاح طيب قوي. وأغلى الناس زعلانين عليك. انت بتتريق يا علي؟ اسكت وقعد واحترم ان عندنا ميت يا علي. انا لازم اعمل صوان كبير في الشارع وانت تقف تاخد عزاء. ليه يعني؟ ورفاعي ده كان من بيت عيلتنا. انا تعبان عايز ادخل انام. هتموا مش هتحضر معانا عزا رفاعي؟ انا مش هنفع احضر العزا لما اخويا ياخد بطاره ويقتل اللي قتلوه. دي الاصول يا اما. اصيل يا ابني اصيل، تصبح على خير. عليا النعمه، الناس اتجننت. بس انا امي كده من زمان، من اول حلقه وهي بتعيط على رفاعي الدسوقي.